أهلا بكم في أولى حلقات برنامج القصة وما فيها، برنامج يسلط الضوء من خلال شبكة مراسلي تي آر تي عربي حول العالم على ظواهر في بلدانهم باتت معالم بارزة من تاريخها وثقافتها وملفات أضحت تؤرق مواطنيها. وفي هذه الحلقة تعود بنا الزميلة أسماء فرادي من تونس إلى زمن صناعة آلة العود بشكلها التقليدي، حيث دقة التفاصيل وأصالة المواد المستخدمة. وفي غزة يعرفنا الزميل سامي برهوم على مقبرة الإنجليز التي تعود إلى حقبة الحربين العالميتين الأولى والثانية وقصتها التاريخية. وفي ولاية أوردو التركية يبحر الزميل محمد مجدي في صناعة القوارب الخشبية التي أصبحت علامة متميزة يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. ومن اليمن يفتح الزميل عمر الورفي ملف المهمشين أو ما يطلق عليهم بالخدام من المجتمع اليمني الذين تقدر أعدادهم بنحو 3.5 مليون شخص ويعانون تمييزا ضدهم على مدى عقود. محمد بالأصفر أحد أقدم من يعملون في صناعة آلة العود الموسيقية في تونس، ويسعى بما أوتي من مهارة وخبرة لمواجهة تأثير الحداثة والتكنولوجيا في صناعتها التقليدية. مقطوعة موسيقية امتدت لـ60 عاما يعزفها بالأصفر بمطرقته الناعمة التي تحول الخشب إلى أدوات موسيقية. تكاد تسمع ضربات مطرقة عم الهادية الناعمة كأصوات أوتاره عندما تقترب من باب ورشته المتواضعة التي حافظت على بساطتها حتى يومنا هذا. إنها عالم العم الهادي بالأصفر الذي أمضى سنية عمره فيه ليتفنن بصناعة أشكال مختلفة من آلة العود ويصبح واحدا من أعلامها في تونس. 60 ربيعا أو يزيد أمضاها الهادي في صناعة الآلات الموسيقية، اشتهر خلالها بصناعة العود التونسي لتتحول هذه الصنعة إلى أسلوب حياة بالنسبة إليه. غرام هذا مش معناتها ما عادش تولي صنعة، تولي غرام، تولي إنسان مغروم بك الصنعة هذيك، ما يخزرش الفلوس، لا يوصل حتى شيء. كي تخدم قصعة ولا تخدم وجه ولا حاجة، كي ترقد تلقاها معناتها وقتها يقوم الصباح باش يشوفها. يطوع الهادي الخشب بحرفية متناهية بأنامله، ففي هذه الحرفة كل حركة محسوبة ولا مجال للخطأ، فانسيابية وزوايا تصميم الآلة تنعكس على جودة صوته وجماليته. كما قلت لك 4 أوتار، الحجم تاع طول تاع الذراع الآخر تاع الشرقي 20 سنتي وهذا 24 أطول. القمرات تطور القمرات نتاع العود التونسي منه في الوجه. وبالنسبه للبنجق وريته معناتها انسان هذه تتحفر حفران وعندها معناتها كراكوله تسمى هذيك والزخرفه نتاع الذراع، وبالنسبه للظهر اصغر من العود الشرقي لكن في الصوت نتاعو اقوى. انواع معينه من الخشب تلك التي تعطي لصوت العود قوته، خشب ما عاد الحصول عليه سهلا كما قبل سنوات، فصناعة الآلية الحديثة لآلة العود اختلفت بشكل جذري وفقا لهواتها ومن احترفوا صنعتها أبا عن جد، فبات الأمر تجارة أكثر من كونه أسلوب حياة وعالما من الأحاسيس والعشق للقطعة الموسيقية التي تشتغلها أنامله اعتادت الحرفة من الصغر. كل عود يجم يخرج عنده الدي ان اي نتاعو، ما تلقى زوز عواد تخدم فيهم مع بعضهم. عود يعطيك اكثر صوت قرار، الاخر يعطيك اكثر جواب، يدخل فيه النوع نتاع اللوح. فخلف كل آلة عود أصيلة صانع وحرفي ماهر هو بالضرورة صاحب صوت العود قبل عازفه، حرفة تتطلب صبرا ونفسا طويلين. كي تصنع آلة راك تبدا معها من الاول للاخر، ماهوش نجاره، ماهيش تجميع قطع، ماهوش ليجو، فما اسرار راهو في الصنعه اللي ما تنجمش تعطيهم للماكينه. داخل هذه الورشه تمتزج الاحاسيس مع مهاره الحرفه وتفاصيلها لتنتهي بقطعه فنيه تداعب مشاعر من يبحثون عن اصاله الطرب والموسيقى. Thank you.
حضن عازفه وبين ذراعيه بعد أن انتهت رحلة صناعته يستقر العود لتنساب نغماته مستحضرة أيام الطرب الأصيل. آلة العود التونسي هي نسخة معدلة من العود المشرقي، ومواصفاتها ذكرت في حاوي الفنون، وهو كتاب ألفه ابن الطحان المصري، ويرجع إلى القرن الخامس هجري، أي القرن الحادي عشر للميلاد. الحنين كما يسمى صوت النقر على أوتار العود، صوت يستهوي العديد من مختلف الأعمار. رنة العود إكسبريسيف على الأخر على الأخر، فما مقامات وقت اللي تعزفهم تهبط دمعتك ما غير ما تشعر، الوتر يتكلم وحده. آلة وترية هي أساس الموسيقى الشرقية والتونسية، تنقل أوتارها فتروي قصص الزمن الجميل المفعمة بالمشاعر والأحاسيس. نغمة تحمل في طياتها مقامات يؤكد من امتهنوا حرفة صناعة العود التقليدية أن كل جزئية ومرحلة من مراحل تصنيعه ونوعية الأخشاب والأوتار المستخدمة فيها هي من يصنع العود. أسماء أفرادي، تي آر تي عربي، تونس. تضم مقبرة الإنجليز في غزة رفات أكثر من 3000 من ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، هاللتين سقط خلالهما أكثر من 65 مليون قتيل، وانتشرت جثثهم في ميادين المعارك حول العالم لتصل إلى غزة. الزميل سامي برهوم يروي لنا قصة مقبرة الإنجليز في القطاع. على مساحة 40 دنما تقبع هذه المقبرة شرق مدينة غزة، شاهدة على الحربين العالميتين الأولى والثانية. أكثر من 3500 قبر على مد البصر تحيط بها أشجار من عمرها، يروي كل منها حكاية صاحبه وتاريخه، ويوثق جنسيته وعمره ورتبته العسكرية وتاريخ مقتله وشعار دولته. عناية واهتمام كبيران توليهما الحكومة البريطانية لهذه المقبرة التاريخية من خلال مجموعة من القائمين عليها تدفع رواتبهم حتى يومنا هذا. ارتباطي في المكان هذا ملازم للشجر والحجر الموجود في هذا المكان، لأنه إحنا انولدنا هنا وتربينا هنا. كمان أنا ورثت العمل مع المؤسسة عن والدي وجدي، والد جدي حتى زي ما عملوا من قبل واشتغلوا معاهم من قبل. بدينا العمل مع المؤسسة من سنة 1923. هذا المكان بيحتوي على شواهد قبور لقوات الحلفاء اللي كانت في فلسطين ومحيط فلسطين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. الجنسيات يعني هو من بالأساس من دول الكومنولث اللي هي التحالف بقيادة بريطانيا، وفي جنسيات أخرى مثل الجنسية التركية والمصرية وكمان عدة جنسيات أخرى مختلفة. مقبرة غزة العسكرية أو مقبرة الإنجليز كما تعرف هنا، ثاني أكبر مقبرة في فلسطين، يعود تاريخها لعام 1917. هنا رفات أكثر من 3500 مقاتل من جنسيات مختلفة قتلوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. مقبرة تحولت لموقع شاهد على حقبة زمنية مهمة من الصراع على أرض فلسطين. هذه المقبرة إحدى خمس مقابر تشهد على تاريخ غزة الحديث وعلى ضراوة المعارك التي خاضها العثمانيون ضد قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وتضم المقبرة رفات جنود من 17 دولة،
لتصبح بأعشابها الخضر وعبق تاريخها مزارا للباحثين عن ماض سطر معالم وحدود ورسخ التاريخ برواية وإن اختلفوا معها. في الحرب الأولى سنة 1914 لسنة 1917 قدمها الشعب الفلسطيني هدية للحكومة البريطانية في الوقت تضاك في الحرب العالمية الأولى، وش اسمه تم دفن فيها ناس عسكريين ومدنيين وناس أتراك، وفي مسلمين كمان مدفنين فيها وناس عرب. أنا شخصيا لما أكون مثلا متضايق أو متوتر من إشي معين مباشرة بطلع فوق السطح بقعد بعمل كاستين قهوة وبقعد بشربهم أنا والمدام، وبطلع بس على المقبرة وعلى الورد اللي فيها بنسى كل الهموم اللي عندي. مقبرة هي الأخرى عانت حصاراً تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سنوات، فتراجع عدد زوارها بشكل كبير، لكن ذلك لم يمنع كثيراً أهالي القطاع من زيارتها. اجيت هان على مقبرة الإنجليز لأنه حابة أشوف الأشياء الموجودة فيها، كتير بنسمع عنها لكن لما نيجي نتعمق فيها بندرك شغلات كتيرة توحينا كمان إنه غزة فيها الصراع رغم إنها محاصرة وهذا، لكن هي الصراع بين جميع، يعني مقابر إنجليزية موجودة في قطاع غزة، قطاع محاصر في دولة محاصرة من قبل الاحتلال في سنة 1948، ثم تلتها حروب كثيرة وما زالت هذه المقبرة صامدة، وهذا الجميل فيها أيضا الخضار وكل شيء فيها. قرن من الزمن ويزيد مضى على إنشاء هذه المقبرة التي تحولت إلى معلم تاريخي له زواره، وجدارية تحمل عبارات باللغة العربية والإنجليزية تقول بأن هذه المقبرة هبة من فلسطين لأرواح الجنود الذين قتلوا بالحرب في القرن الماضي، لتؤكد هي الأخرى بأن هذه الأرض للفلسطينيين قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي. سامي برهم، تي آر تي عربي، قطاع غزة. من البحر الأسود إلى بحر مرمرة فبحر إيجا فالمتوسط، لا يتوقف العديد من الأتراك عن الإبحار، متسلحين بحرفة وتقليد صناعة قواربهم الخشبية بأيديهم التي تستغرق وقتا وجهدا، إلا أنها باتت رمزا لكثير من المدن والشواطئ التركية، أبرزها شواطئ ولاية أوردو في قلب الشمال التركي. الزميل محمد مجدي وهذه الجولة البحرية. على ساحل البحر الأسود تقع ولاية أوردو، لؤلؤة الشمال التركي ومركز عاصمة صناعة القوارب الخشبية، فامتداد سواحلها جعل من مهنة صيد الأسماك باب رزق للعديد من سكانها. بأدواته التقليدية يعمل آدم على صناعة القوارب الخشبية، حرفة أمضى فيها 35 عاماً ليتقن جميع فنونها. تمكن خلالها من صناعة العديد من القوارب الخشبية بأشكال وأحجام متفاوتة تتراوح بين 4 أمتار و12 متراً. قوارب تقليدية رغم تطور صناعتها، يتمسك العديد من الصيادين بها وبصناعتها اليدوية التي تستغرق قرابة 4 أشهر لإنتاج قارب واحد. لا يمكن أن تنتهي هذه المهنة من الوجود، حتى لو فرضنا انتهاء الأسماك من البحور فهذه القوارب تستخدم بشكل كبير في الجولات السياحية بأنحاء كثيرة في تركيا، لذلك يستحيل أن تموت هذه الصناعة. حرفة ورثها آدم عن أبيه ليبني عليها ويشكل أسلوبه ومعاييره، خاصة في اختيار نوعية الخشب والمواد المستخدمة في صناعة القوارب ومراحل بنائها، حرفة يصر على تعليمها لأحد أبنائه ليواصل مشواره فيها.
تمسك العديد من صناع القوارب الخشبية التقليدية بحرفتهم وتفاصيلها لم يمنع البعض من تطويرها لتتماشى مع متطلبات العصر وأذواق روادها. وعلى بعد كيلومترات معدودة من ورش تصنيع القوارب الخشبية، استطاع عمران كايا أن يطور ورشته البسيطة لتصبح قادرة على تصنيع قوارب صيد وسفن تصل إلى أعماق البحار. يشارك في صناعتها عشرات الحرفيين، كل منهم متخصص في جزئية، فالعمل هنا تختلف آلياته وطبيعته عن الورش التقليدية. منذ عام 2004 تحولت ورشتنا إلى هذه الترسانة. نحن نصنع سفن الصيد الحديدية التي تتفاوت أحجامها من 12 متراً حتى 50 متراً، وننتج للسوق المحلي في تركيا ولدول عديدة في العالم نصدر إليها، منها موريتانيا وعمان ومصر. صناعة القوارب بولاية أوردو أسهمت في انتعاش مهنة صيد الأسماك لتصبح ضمن قائمة الولايات الأكثر إنتاجاً لها في تركيا، علاوة على توفيرها العديد من المهن والصناعات المساندة لها. ممسكاً بشباكه يشرع علوي الماس في رحلة صيده بحثاً عن رزقه، ينطلق بقاربه الخشبي الذي يمتلكه منذ أكثر من 10 سنوات، رحلة اعتاد مشاقها ومخاطرها وما تحمله من مفاجآت في طياتها. قاربي رفيق دربي، نكمل بعضنا البعض، أمضي معه الوقت أكثر من عائلتي، أحياناً أتكلم معه وأشعر أنه يحدثني، حتى أنني أنام فيه أكثر من بيتي، فهو مصدر رزقي. ساعات طويلة يمضيها يلماز في عرض البحر في انتظار ما سيحمله البحر من رزق له في تلك الرحلة. مهمة ليست باليسيرة، أبطالها صياد وصانع وقارب، عناصر متكاملة لا تقبل الخلل، هدفها كسب العيش. ومع انتهاء يوم طويل تعود القوارب الخشبية للشواطئ لتسطر قصة يوم مضى بانتظار إشراقة شمس يوم جديد لتبدأ الرحلة مجدداً. محمد مجدي، TRT عربي، أردو. معاناة وتهميش وحرمان من أبسط الحقوق يعيشها من يعرفون بالخدام في اليمن، ولا شيء يشفع لهم حتى وإن بلغ عددهم ما يقارب 12% من سكان اليمن. عمر الورفي ينقل لنا جانبا من معاناة الخدام. عبد المجيد أحد المهمشين في اليمن، يعيش مع أفراد أسرته 14 في هذا الكوخ الصغير، يتزاحمون مع همومهم التي لا تعد ولا تحصى، فعامل النظافة الأب لا يقوى بأجره الزهيد على تأمين قوتهم اليومي. يعني يوم نحصل يوم ما نحصل، فإحنا لا يعني بالله بقوت اليوم الذي نتواجد فيه، يعني تصور بالعربي المفتوح يعني كذا. في هذا الحي أو المحوى كما يطلق عليه هنا بأطراف صنعاء تسكن نحو 500 أسرة في هذه الأكواخ الصغيرة المتهالكة منذ أكثر من 25 عاماً بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي. أكواخ مكشوفة لا تقي ساكنيها برد الشتاء ولا حرارة الصيف، مهمشون بثياب مهترئة أنهك أجسادها النحيل الفقر والجوع والمرض. وضع إنساني يصعب وصفه، يقولون أن أصواتهم بحت دون أن يلتفت إليهم أحد. معي ملفات الآن وأوامر من قبل عد أيام الدولة السابقة، تمام، من وزارة حقوق الإنسان، من رئيس الجمهورية، من عبد ربه منصور هادي، خرجنا مظاهرات، خرجنا مسيرة، خرجنا يعني ولا يعني حبر على ورق أمانة العاصمة، والأوامر موجودة حق الأراضي وذاك وسقاط جويات وكذا. لو المبالغ التي كنت أتابع بها بتواريخها رحت شلت أرض، فأني شلت أرض بس من المتابعة بس والخسارة كذا.
تقارب اجتماعي ما بين الجميع في هذا المكان جعلهم كأسرة واحدة وسط معركة البحث عن أمان ولقمة عيش لا تزال تبدو بعيدة المنال. هناك العديد من هذه العشوائيات السكنية الخاصة بأبناء المهمشين أو الأخدام كما يسميهم البعض في مختلف المحافظات اليمنية، وجميعها تقع في أحياء فقيرة تفتقر إلى أبسط الخدمات أو مقومات الحياة. يشكل المهمشون نحو 3,500,000 نسمة من سكان اليمن الذين يقدرون 30 مليونا وفق أحصاءات رسمية، ويتميز المهمشون بملامحهم الإفريقية وبشرتهم السوداء، فيما تتضارب الروايات بشأن أصولهم، فمنها ما يقول إنه من منطقة تهامة غربي البلاد، ومنها ما يرجع أصلهم إلى الأحباش الذين غزوا اليمن في القرن الميلادي السادس. مصادر أخرى تاريخية أنهم من آثار الدولة النجاحية في اليمن التي حكمت في تهامة وكانت عاصمتها زبيد، دولة بني نجاح، والتي استقدمت آلاف الأحباش إلى اليمن للاستعانة بهم في الحكم في تهامة. ثم بعد ذلك قام علي بن مهدي بالثورة عليهم وإسقاط دولتهم، وهو المتهم تاريخيا باضطهادهم وتهميشهم. فئة يقتصر عمل أبنائها على مهن تنظيف الشوارع والصرف الصحي وغسل السيارات، فيما تنشط النساء والأطفال بجمع العلب المعدنية والتسول، وتتفشى الأمية في أوساطهم بشكل كبير، إذ لا يلتحق بالتعليم إلا القليل منهم. الدولة والحكومات المتعاقبة في اليمن لن تأخذ بأيدي المهمشين إطلاقا إلا في حالة واحدة، مثلا في أثناء المعارك أو الحروب. الكل يهمشهم بطريقة فجة جدا، لا يوجد أي قانون يحاسب الموظف العنصري في القضاء، في النيابة، في قسم الشرطة، في ملفق أي ملفق حكومي، لا يوجد قانون يضبطه بألفاظ العنصرية، بتعامل العنصرية، لا يوجد إطلاقا. وللمرة الأولى شاركت فئة المهمشين من خلال ممثل وحيد في الحوار الوطني عام 2013 في فرصة نادرة لتسليط الضوء على قضيتهم المنسية وطرحها على طاولة نقاش عالية المستوى. حمل حينها ممثل هذه الفئة هم تحسين ظروفهم ومطالبا بالتخلص من التمييز الذي تعانيه، غير أن الصراعات التي توالت منذ ذلك الحين على البلاد حالت دون تحقيق شيء من ذلك. واقع يصفه أهله بالمرير، وتصفه منظمات حقوقية بحقبة مظلمة في تاريخ اليمن المعاصر، تقول إن تقاليد وصور نمطية متوارثة رسختها وسط تجاهل رسمي على مدى سنوات مديدة، حال بدأت تتعالى أصوات تطالب بضرورة تحسينه. عمر الورفي، تي آر تي عربي، صنعاء. نهاية قصصنا لهذه الحلقة، إلى اللقاء في قصص جديدة في الحلقة القادمة.